عشان يزينا في الأماني زمان مش السلام عليكم الخوت كتير اللي بس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم عطيني فيديو جديد. مهم قبل ما نبدأ شي لايك بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الا درتي لايك راه ما خسرتي حتى شي حاجه كثروا الخوت من اللايكات راه كنشوف بان الفيديو فيه 2000 ولا 3000 مشاهده وكنلقى يلاه 100 اولا 120 لايك الله يحفظكم الخوت الا ما كثروا من اللايكات راه اللايكات هما اللي كيطلعوا الفيديو باش يتقترح على ناس اخرين الله يحفظكم الا ما شويه ديال التفاعل الخوت واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش اللي كانت شي حاجه جديده توصلك انت الاول تعالوا الخوت مع الفيديو خليوا لي التعليق الزوينه ديالكم كتب اي حاجه بغيتي المهم تخلي لي تعليق يلا نبدا عسل شنو هذا عسل كيت هذا عسل قول معلم او هذه شهده من فوق قاعده علاش ما قلتيش علاش انا نقول معك واحد قولي العسل العسل شنو هذا عسل كيت هذا عسل او هذه شهدا من فوق قاعدة الله يشافها يا ربي واش سمره برتي كيلو قولي بري جوج راه كيلو هادي واخو طب صافي لي جوج دراري على كيلو انا كنقول لي كيلو ودي لي جوج واش شريف راه هادي راه كيلو انت دوك راه جميكات اسي محمد واش انا بغيت عميكة وحده ماشي جوج داين جميكات راه عميكة وحده شريف واش شريف الله يرحم لك الوالدين انت ما كندويش معاك اصلا ريحه الدراري ريحه راه عصبني هاد خوني هذا ما كندويش معاك انت كتهضر مع صاحبك مالك معلم رايح واش دير جوج في المحل واحد خويا اصحمص بغيت عميكة ما بغيت جوج هاش 100 واش ترد 100 ترى 100 هادي نيز برد بغا كما تنبرد واش محمد راه 100 واش هادي دوز شويه لاباس راه 100 لا شي جيب 100 اخرى راه عطيتها لك وانا غنجيب لك بو على عباد الله انت مني مني عارف وين 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 مني مني عارف وحول ليش غبر 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 الله يغبر لك ديري ابي فيديو والله حتى ديري ابي الفيديو باش يحلفوا صحاب لي اخت ومارينا ديال الصلاه هادو ساعتين وما شي طيبه في كونغر هادو شي طيبه ديناصور هادو خاصني نجري عليهم امتى غنتغدى او شات هاي باربي هاي باربي كيفاش هاي باربي انا كل اللي فلو انت كتقول لي باربي تقديت وتصاوبت وبغيت نمشي لندن عندي واحد شي بعد كاسكروت في غانغستان وعندي غدا في كاميرون شوف نعم كونغر في الغدا راه موجود دابا نتوما ساكنين في هذا البيت المؤلم المؤشم ما تبغيو تبدلوا الملابس ديالكم نتوما ما تضربوش بعضياتكم ما تجيش يد في يد اخرى كما قال المرحوم مسكين الله يرحمه في هذا النهار المسكين سمع لي بومبار لي ديال المغرب هذا سمع لي ضربي باطمه اش قال عيش تبانه في البطانه هذا مخيت انا معكم صافي هادشي اللي كان خاصنا كملتوه دابا العب الدراري هذا ولا تحكيم وعب راحي وشوف على التقصيره تخرج في رجليك تولي كي الحميمه وسعدك يا خو دير فاطمه خوتي تقول فاتحه على عندك شي بركي حيط ستري وبال 13 يا ربي تولي رجلك تبان كالسكريطي راكي الحميمه انت يا زبده تدوب يا ربي لو عندك السيقان على مزينيتهم او فينا هي اللي قام كانت المراه قلت لك من السيقان تبان لك واش زينه ولا ما زينيش تلقى دوك الرجلين يا ربي مطاي الزمان هذا دابا اللي عدى شي بركي حط خرق التقشيره وردي عليا الخبار لابسينهم وفي مسبوعين الطيرات قلت لك مسطرين مي مي كير في ذاك خير شنو راه خطر والله العظيم ما حيتنا الدرجه اللي كيضرب الكرفيس رجليهم دير الماكياج وجهها ورجليها تم خارج هكاك قدام احمر بحال كانت في البطوار كنتي تقزري حيد على يدك خير مالو هذا بلاش تدي الدرجه رجليها زوينه تبع بواتها تشد من داك الساك عيد لها طقطق شيره عاد حكمي دماغ طلي عليها اللي بغات تشيرها والله باش تقول لها ماشي داك الشيء يا جبريل ولا لا يا رجيلات هذا الشيء هو صاحبي خطر وحق الله تقشيره لابسها في رجليها علاش تي تقول رجلي هاني ديال بصح وهي راه تقشيره هذيك مسبوق فيها الدبار مقاتي الحاله رجلتها طبان بيضاء هكا تدي كتشهنا هذا الفيديو كتركزي على صوتي وكلامي خايب على صوتي وكلامي امين مكتفى ايوا مرحبا حيدو كشافه واش كاين شي لعبه من تحت هزاله ولا ما فهمتش انا
كاين شي لعبه تما الزمان ولا شنو كيدير ليهم؟ لا كاينه شي حاجه ما لعبتش منها كاش من بعد كاينه شي حاجه عنده في يديه تما شتي كاينه شي حاجه في هاد اللي يديه هادشي هادي اللي من هاد الجهه فهمت شوية من ودا اللي يديه كبل طب من تحت تيبان فيها ولا برافو خالد والله يا خويا ما فهمت انا كيفاش دار ليه وحق الله قلت واش كاين عندنا شي حاجه في التيب بحال هكا ولا هنا ما فهمتش التيبان ليا والو ما فهمتش اذا الاسم هنا صاحبي ضرب عليا بلاتي عندك هذه غلطه عندك هذه غلطه كتعاود نفس الخطا صاحبي نفس الخطا واخا عينا نهضروا معاك نوزارون انت ديما كتبها باس صاحبي مالك صاحبي على هذه الزربه هذه عندك عندك صاحبي واحد الزربه مرعبه بلاتي علاش كتذكاري عندك اصاحبي هذا كيسبع اصحر بقى صاحبي ندرس على بارك الله الاستاذ يحتاج الى الاستاذ شاليا 20 مليون ديال الذهب و17 مليون ديال المواغن و3 مليون قل 1000 درهم في الكوفر والعك القماري والزعفران شعره كل شيء مشى ليا باش عرفتو مشى ليا انا قلت لكم ما طلعتش ورا الناس العالم عرف هذا الموضوع المهم انا ما كنتش باغي نبارطاجي ولكن قلت نبارطاجي مع احبابي وتسولت الناس المقربين ليا قلت لهم شنو كاين قالوا لي بغيتي تبارطاجي شغلك هذاك راه لا ما لا نعمه من البارح راه من قبل وانا في لابيجي المهم اخوتي المهم خوكم ريدا نصب عليه شفر كوفر كامل تهز ليا ويلاه تسيقوا الناس انت الكوفر اللي كنت نوريكم هنا راه الشفر راه هو بلاصته خاويه وراه لا باقا لا شفتوا الكحوليه ديال الشرطه العلميه والتقنيه راه ما يلا رحمه بلاتي باش ما تبانوش بلاتي اجوا اجوا هنا باش نصور لهم نصور لكم تشوفوا واش جاو داروا البوليس البارح راه اجي من هنا اجي اه باش ما تبانوش اه من هنايا نصور لهم المهم هنا دابا يلا تحيدوا في الكحوليه ديال لي زامبلان اللي داروا الشرطه العلميه والتقنيه لقينا فوق الماكينه مصوره السبرديله ديال واش يعني اللي طالع بالسبرديله وقالت لك هي تتقول سميره هانت راه يلا تيجمعوا هذه كانت لداخل لقاتها سميره هنا ولقات الباب لقات الباب مدفوع بحال هكا مسدود وفوق منه ومكالينه بالطبله ما عرفت هذا واش تمويه باغيين يموهونه ولا شي حاجه اخرى ما غاديش يفرو غير شي واحد اللي يكون كيعرفو مزيان يمكن شي واحد براني يجي يدخل الطراده يجي داخل بالسوارت يعني عارف شنو كاين وعارف شنو عنده يعني هو شارجور ديال الحجر ديالو في نفس الوقت هذه رائع جدا رائع جدا ما غاضطرش انك كل مره تشري الحجر وفي ديك القتال مع الحوانت كلشي يسد ما تقدرش هذا كيتشارجا من بعد ما كتمشيو للقيطون ما كتكون لا تلفازة لا حتى حاجة طبعا في القيطون كيديرو الكونطابلي ديال الضو فكتشارجي وكيبقى ديما شاعل كيعطيك جميع الأخبار فين وصل فين وصل الزلزال شنو الضحايا شنو كاين واش كيعطوك شي انذار انك تخرج من البلاصه ديما مهم جدا حنا عندنا تجربه كان عندنا راديو في الكيطون كنا كنسمعوا فيه جميع الاخبار ديال الاعانات فين الا كان جايه شي اعانات فين بلاصه في القشره توصل هذا مهم جدا باش علاش شويه لاباس الا كنتي تحت الانقاض فيقدر ينقضك الراديو صوت الراديو شتي الشاش ديال الراديو ممكن ينقضك لان ملي غتشعلو واخا ما يشدلكش الاذاعه لكن داك الشاش ديالو القوي الناس ملي كيكونوا كينقضوا منقدين ملي كيكونوا كينقضوا كيسكتوا كيبقاو ساكتين اش كيسمعوا اي صوت اي نداء تحت الانقاض فانت الا شعلتي الراديو بجد فيقدر ينقضك البيل في الليل الا قدرتي انك تخرج من بين الانقاض شي حفره تخرج الضوء
يقدر ينقذك. واهم هذه اللي كتبان ليا شويه لاباس، تيبان ليا هرب لها الفريخ واخيلا شي بان ليا انا حاجه اللي تقدر تنقذك. هي الصفارة غادي تضحكوا، لكن هذه اشياء بسيطه لكنها مهمه في لحظات الكارثه.